أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا رشا قنديل. هذه هي العناوين. المبعوث الأممي إلى ليبيا يقول لبي بي سي إن هناك توافقا دوليا على خطورة التصعيد العسكري وضرورة التوصل إلى تسوية لا تقصي أحدا. يجب ألا يكون هناك تصعيد عسكري، كل نزاع يجب أن يحل سلميا. العصا السحرية هي الشمولية، شمل الجميع. نعرض المقابلة الخاصة كاملة والتي أجراها المبعوث الدولي مارتن كوبلر مع العالم هذا المساء. غارات سورية مكثفة على الأحياء الشرقية في حلب، وكيري يتحدث عن تقدم محدود في المحادثات في موسكو لافروف، يؤكد أهمية العمل على منع تحول سوريا إلى كارثة. هل وضعت القوات الحكومية السورية إطارا زمنيا للسيطرة على حلب خلاله؟ وهل يمكن أن يجد أي جديد خلال الأشهر المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية؟ أمير الطائفة الأيزيدية يقول لبي بي سي إن الأيزيديين لم يحصلوا على الدعم والمساعدة المناسبة من الحكومة العراقية وقوات البشمركة والعشائر العربية. وجود الآن خلاف بين الحكومة العراقية وبين البشمركة، فإحنا بين اثنين وضعنا سيء. نعرض المقابلة الخاصة التي تطرقت للتحديات التي تواجه الأيزيديين في العراق، ونسأل هل قدمت قوات البشمركة الدعم المناسب لهم؟ أهلا بكم. مسارات مختلفة يمضي فيها الصراع الليبي، هناك أطراف تتسابق على الأرض لتحقيق مكاسب أكبر، وهناك في الوقت ذاته اتصالات واجتماعات دولية متواصلة بهدف إيجاد خريطة طريق تجمع الأطراف المتصارعة وتضمن عدم تفجر الوضع الليبي بشكل قد يصعب السيطرة عليه لاحقا. لكن المعضلة تكمن الآن في كيفية جمع أطراف الليبية، يبدو كل منها متمسكا بموقفه إلى حد بعيد. هذا ما كان محور الاجتماع الدولي الموسع الذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جدد دعمه لاتفاق الصخيرات الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية برئاسة فايز السراج. أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للحد من التوتر في منطقة الهلال النفطي. أكد ضرورة تحويل جميع عائدات النفط إلى مصر في ليبيا المركزي ووضعها تحت تصرف المجلس الرئاسي. دعا البيان حكومة السراج إلى العمل خلال العام المقبل على إعداد انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة دائمة ومنتخبة. لكن تحويل هذه الدعوات إلى أمر واقع يبقى رهنا بالتشابكات المعقدة على الأرض التي يرصدها أولا لنا الزميل فراس كيلاني في تقريره الخاص. هزم حرس المنشآت النفطية وخليفة حفتر بات مشيرا. قوات مصراتة استنزفت في المعركة ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سرب. طرابلس على صفيح ساخن وحكومة وفاق تترنح. ما الذي يعنيه كل ذلك في المتاهة الليبية المفتوحة على كل الاحتمالات؟ في خضم الفوضى التي تجتاح البلاد، يثبت خليفة حفتر أقدامه كأحد أبرز اللاعبين في المشهد الليبي. النصر الذي أحرزته قواته في الموانئ النفطية عزز من مكانته عسكرياً بسيطرته على مصادر الطاقة الأهم في البلاد، وبات باعتراف كثر رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية. بسيطرتها على منطقة الهلال النفطي، باتت القوات التي تأتمر بأمر حفتر تحكم قبضتها على كل المنطقة الممتدة من الشواطئ المصرية وحتى الحدود الشرقية لمدينة سرت، باستثناء درنة وبعض أحياء بنغازي التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات إسلامية. ربما كان هذا هو النصر الأكبر الذي يحققه حفتر منذ أطلق عملية الكرامة في أكتوبر عام 2014، إذ بات يسيطر على أكبر رقعة جغرافية متصلة تأتمر بأمرة المؤسسة العسكرية المدعومة من قبل البرلمان والحكومة في شرقي البلاد. ويضاف إلى هذه المنطقة المتصلة جغرافيا الكثير من المناطق المتفرقة في غربي البلاد أيضا، كالزنتان وورشفانة قرب طرابلس وبراك الشاطئ أيضا في الجنوب، وكذلك بني مليك. لكن ليس هذا ما يفسر تصاعد قوة الرجل الذي يقول إنه يعمل على بناء المؤسسة العسكرية التي دمرها القذافي وأجهز عليها التحالف عام 2011، فانقسام معارضيه أسهم في تعزيز مكانته على نحو كبير. قوات مصراتة التي تعتبر عصب القوة في المعسكر المناوئ لحفتر والتي تحكم قبضتها مع حلفائها على العاصمة طرابلس، استنزفت في معركة صعبة ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. بعد 5 أشهر
فقدت فيها نحو 500 قتيل لم تستطع حسم المعركة بعد. في طرابلس تشير الكثير من التقارير إلى أن إعادة تموضع قوات مصراتة بدعمها للاتفاق السياسي أجهز على تحالف فجر ليبيا، والذي كان يضم مجموعة كبيرة من التيارات الإسلامية التي تقاتل ضد قوات حفتر في عدة أنحاء من البلاد. اليوم ثمة مخاوف جدية من اقتتال داخلي بين حلفاء الأمس في العاصمة. التيارات الإسلامية بدورها تعرضت لاستنزاف كبير أيضا، إن كان على يد القوات الموالية لخليفة حفتر في شرقي البلاد أو على يد قوات مصراتة في سرت وما حولها. لكن يعتقد أنها لا تزال تملك قدرة على إحداث بلبلة كبيرة في عدة مدن ليبية. في خضم هذه التطورات، بعد غالبية الليبيين يؤمنون بأن حكومة الوفاق غير قادرة على الإتيان بأي فعل، وأنها إن لم تقدم ضمانات جدية للمشير خليفة حفتر والمؤسسة العسكرية فإن احتمالات نجاتها باتت شبه معدومة. الخريطة الميدانية إذن التي رصدناها في التقرير السابق إلى جانب مختلف المستجدات الخاصة بالوضع الليبي كانت محور اللقاء الذي أجريته في وقت سابق اليوم مع المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذي سألته عن آخر الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، سيما بعد سيطرة الجيش الذي يقوده خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي. هنا في نيويورك عقد أمس اجتماع مهم، اجتماع وزاري لما يعرف بمجموعة روما، بالإضافة إلى وزراء لهم مصالح في ليبيا، وجميع الوزراء الجالسين حول الطاولة كان لهم نفس الرأي. يجب ألا يكون هناك تصعيد عسكري، كل نزاع يجب أن يحل سلميا. ورئيس الوزراء السراج حضر الاجتماع وطلب أن يؤيد مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني. هل يمكن القول ان المرحله تخطت مثل هذه الجهود؟ لانه خليفه حفتر بخطواته الاخيره سيطر تقريبا كما ذكرت على جل الشرق الليبي، خصوصا وان هناك قوى اخرى على الرغم من تراجع اهميتها، قوى مصراته مثلا او القوى التي انهكتها تنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه، لديها حضور قوي على الارض ميدانيا، وبالتالي الحديث عن انه لا ينبغي التصعيد عسكريا ربما تخطاه الوقت. كلا، ليس لي هذا الرأي. فمنذ مايو أيار تم إلحاق الهزيمة بتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، فبعد أيام لن يكون هناك أراض متواصلة يهيمن عليها التنظيم. لم يعد الأمر كما كان عليه من قبل. ربما مقاتلو التنظيم الآن انتشروا في البلاد، لكن التنظيم لن يهيمن على المناطق التي كان يهيمن عليها. بالنسبة لشرق ليبيا، أنا أرحب بإعلان الجيش الوطني في ليبيا، وأرحب بما قاله عقيلة بأن الموانئ وضعت تحت تصرف الجيش الوطني، وقال حفتر إنه يعتزم الانسحاب من الموانئ وأن يسلم المسؤولية لمؤسسة النفط الليبية كي يسمح بتصدير النفط بطريقة قانونية، وهذا أمر مهم لليبيا. وأعلنت مؤسسة النفط أن تصدير النفط قد يرتفع إلى 900,000 برميل يوميا بنهاية السنة، وأنا متأكد أن الجنرال حفتر سينسحب من موانئ النفط، وأن إيرادات النفط ستعود بالفائدة على جميع الشعب الليبي. هذه أخبار طيبة. ما هي دلائلكم أن خليفة حفتر سيتراجع عن مكاسب هو حققها على الأرض ميدانيا في وقت هناك دعم إقليمي من عدد من الدول لهذه الخطوة، دول جوار
الكبار من بينها مصر مثلا، وهناك بيانات صدرت من بينها بيان المجلس الأعلى للدولة يتحدث عن أنه نظرا لحساسية المرحلة المجلس الأعلى يجد نفسه مضطرا لممارسة ما سماه كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي من طرف واحد، وهذا يعني أنه حتى المشهد السياسي مشهد مرشح لأن يكون ممزقا. من أين تأتيكم هذه الثقة؟ لأن العملية السياسية يجب أن تمضي قدما، لا توجد ضمانات، الضمان الوحيد في الحياة هو الموت. هناك تأكيدات من حفتر مثلا بأنه سيترك إدارة النفط لمؤسسة النفط الليبية. العملية السياسية أيضا مهمة، ولهذا السبب عقد الاجتماع من وزراء مجموعة روما لإرسال إشارة إلى شرق ليبيا وغربها ووسطها أن هناك تضامنا من جميع الدول، وجميع الدول المجاورة كانت تجلس وراء الطاولة ووافقت على الإعلان الذي أشرت إليه بالنسبة لمجلس الدولة. أوضحت للمجلس أن الاتفاقية تقوم على التعاون بين السلطات المختلفة. هناك طبعا مجلس النواب، ولكن هناك واجب لمجلس الدولة، لكن يجب أن يتم التعاون بين الأطراف المختلفة. وأنا أحث الجميع على الاستمرار في العملية السياسية على أساس الاتفاق الليبي. لقد عدت لتوي من الحديث مع الرئيس عقيلة، ويقول إنه ملتزم بالاتفاقية، وأنا أحث الشرق والغرب والوسط وجميع أصحاب الشأن بأن يمضوا قدما بالرغم من خلافات الرأي، لأن هذا يعود بالفائدة على الشعب الليبي الذي يعاني من التصعيد العسكري. 60% من المستشفيات لا تعمل. لقد زرت مستشفى في مصراتة قبل أيام، ويجب علينا أن نقدم المواد والمعدات اللازمة للمستشفيات لمساعدة جميع الشعب الليبي، ويجب أن نساند مؤسسة النفط الدولية للتأكد من جني الإيرادات للدولة، ولهذا أنا واثق. الفكرة هي أنه حتى مع الأطراف الموافقة على اتفاق الصخيرات والتي تحاول إتمامه، هناك بعض من هذه الأطراف يكمن شيطانها في التفاصيل. يعني حينما يتحدث، حضرتك تتحدث عن مجموعة روما، مجموعة روما ذاتها لم تتجاهل بيان المجلس الأعلى للدولة وخطواته. هو يتحدث عن أنه في دعوته استكمال تشكيلة الحكومة والإعلان عنها بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي، وهذا يعني انقسام في مجلس النواب. يعني أن كما ذكرت ستكون هناك خطوات أحادية الجانب، إلا إذا كنتم توصلتم إلى اتفاق واضح يمكن على أساسه الارتكان إلى أن العملية السياسية ستمضي في طريقها لإتمام الاتفاق. نسمع هذا الحديث منذ أشهر ولا نرى غير تفاصيل يختلف عليها أكثر من طرف، الآن لم يعد حتى طرفان، وكل طرف لديه مكاسب سواء سياسية أو ميدانية، وكللتها الخطوات الأخيرة من جانب اللواء خليفة حفتر. فإذا كان هو مستعد للتراجع كما تقولون، من يضمن أن مجلس النواب لن ينقسم على نفسه وتعلن تشكيلة حكومية بموافقة عدد من أعضائه دون العدد الآخر؟ أعتقد أن الاتفاق الليبي الذي وقع في الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي معنية بالمرحلة الانتقالية. لدي ملاحظتان. أولا، الاتفاق يشمل تأسيس جيش وطني ليبي، ولكن بمجرد توقيع اتفاق في صخيرات لن يتم تنفيذ الأمر على الأرض، ولكن يجب أن يكون هناك مصداقية في استخدام الصلاحيات الواردة في الاتفاق، وهذا لن يحدث إلا
إلا باتفاق الأطراف الليبية، وطبعا يجب أن يكون هناك دور لخليفة حفتر وأيضا لوحدات أخرى في الغرب. الجيش الوطني الوحيد تحت سيادة الدولة وشرطة تحت سيادة الدولة بإمكانهما التحكم في الأمور. هناك آلاف المهاجرين الذين ينتقلون من ليبيا إلى لامبيدوسا في إيطاليا، وهذا لا يمكن أن يستمر، ولكن المتاجرين بالبشر لن يتخلوا عن أعمالهم طوعا، بل لا يمكن أن يتوقف الاتجار بالبشر إلا من خلال حكومة قوية، وهذا يصب في مصالح الجميع، مصالح الشعب الليبي وفي مصلحة مجلس الدولة وجميع أصحاب الشأن في ليبيا وفي دول الجوار. نعم، ولكن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنني لن أشعر بالتعب ولن أتوقف عن العمل من أجل الشعب الليبي، من أجل الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس. لن أشعر بالإرهاق، بل سأواصل العمل للتأكد من أن الجميع يضعون المصلحة الوطنية قبل مصالحهم كي يتسنى للليبيين أن يتوحدوا. لكن حضرتك تتغاضى عن أن هناك سلاح لم ينزع بعد من أسلحة بعض، من أيدي بعض المجموعات التي تلقب من جانب كل طرف بالميليشيات، يعني إلى جانب القوى السياسية والقوى الميدانية المرئية بالعين، رؤية العين، هناك تنظيم يعرف بالدولة الإسلامية، هناك أنصار الشريعة، هناك مجلس شورى ثوار بني غازي باستثناء تنظيم الدولة، لأنه الأطراف السياسية متفقة على ماهية هذا التنظيم وموقعه غير المؤدلج من العملية السياسية. الجماعات الأخرى وما كان يعرف بفجر ليبيا الذي هناك يعني وجهات نظر على أنه تفكك، إذا لم يتم احتواؤها في الاتفاق السياسي ستهدد كل وضع أمني تحاول أنت الوصول إلى استقراره، وبالتالي مرة أخرى المشهد السياسي إذا التأم والمشهد الميداني على هذا القدر من التعقيد، هل تعتقد أنه سيكتب لأي جهود أنت تقوم بها النجاح؟ You are totally right that أنت محقة تماما. العصا السحرية هي الشمولية، شمل الجميع، وهذا ما تنص عليه الاتفاقية. هناك مجلس رئاسي مؤلف من 9 أعضاء، 3 من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الغرب. وهناك أيضا نص لتوزيع الحقائب الوزارية، وموضوع الشمولية مهم للغاية ويجب أن يشمل الاتفاق الجميع، ولكنني لا أود أن أقلل من أهمية نجاح مصراتة في الحرب ضد تنظيم الدولة، لا أود أن أقلل من أهمية نجاح إنجازات الجيش الوطني الليبي في الشرق، فقد قتل الكثيرون في بنغازي، وتحسن الأوضاع النفطية في غاية الأهمية للشعب الليبي، وأنا متأكد أن تصدير النفط سيزداد وسيعزز إيرادات الدولة. وأود الآن في الخطوة التالية بعد عودتي لإعادة إطلاق عملية صوغ الدستور، وكما قلت الاتفاقية مؤقتة لسنتين على أكثر تعديل، ولكن يجب أن يتم التوافق على صوغ الدستور وطرحه في استفتاء عام، ثم إجراء انتخابات بناء على الدستور. ولذلك فإن الدستور الموجود حاليا على شكل مسودة أمر في غاية الأهمية، يجب القيام به بالتوازي. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد مارتن كوبلر، شكرا جزيلا على وجودك معنا في العالم هذا المساء على شاشة BBC العربية. شكرا لك. الذي يتواصل مع حضراتكم فيه أيضا، غارات سورية مكثفة على الأحياء الشرقية في حلب وكيري، يتحدث عن تقدم محدود في المحادثات مع موسكو. لافروف يؤكد أهمية العمل على منع تحول سوريا إلى كارثة.
أمير الطائفة الأيزيدية يقول لبي بي سي إن الأيزيديين لم يحصلوا على الدعم والمساعدة المناسبة من الحكومة العراقية وقوات البشمركة والعشائر العربية. يتصاعد الآن وخلال هذه الساعات النقاش حول الخطوة التالية في سوريا بعد انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة. يكتسب هذا النقاش الآن أهمية أكبر في ظل الرسائل المتعاقبة التي تطلقها كل من موسكو وواشنطن. فوزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحدث عما وصفه بتقدم محدود في المحادثات مع روسيا بشأن الوضع السوري. ذلك في الوقت الذي طالب فيه نظيره الروسي بالعمل على منع تحول سوريا إلى كارثة. غير أن القوات الحكومية السورية استبقت خلال الساعات الماضية أي اتصالات أو مشاورات جديدة وكثفت ضرباتها على المناطق الشرقية من حلب وسط تقارير عن زيادة كبيرة في الدعم الروسي لهذه العمليات. عشرات الغارات الجوية على حلب الشرقية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وفقا لرئيس خدمة الدفاع المدني المعروفة باسم القبعات البيضاء. الغارات دمرت مركز الأنصاري تماما وأخرجت مركزين آخرين من الخدمة من أصل 4 مراكز وفقا لرئيس الخدمة وعمال فيها. اليوم صباح يوم الجمعة تم استهداف عدة مراكز بمدينة حلب للدفاع المدني. استهدفون مركز الأنصاري. طبعا فرع الدفاع المدني كان اكثر من 25 غاره من الساعه 5 صباحا لحد الان. استهدف مركزين بمركز هنان ومركز الحيدريه. كمان اضرار كانت الاليات كانت كبيره. كان اليوم في احياء مدينه حلب كان عندنا اكثر من 70 غاره، في عندنا 30 شهيد، عندنا 65 مصاب، في عندنا هلا لحد الان عندنا 10 شهداء تحت الانقاض. غارات حلب تتواصل منذ 3 ايام ليلا ونهارا وسط نداءات حكوميه للمدنيين والمسلحين لمغادرة المناطق المستهدفة. البيانات العسكرية واضحة بالنسبة التي طرحت من قبل الجيش السوري بالابتعاد عن مراكز التواجد الفصائل المسلحة، لأن الضربات الجوية للجيش السوري معروفة هي أنها تستهدف مواقع الفصائل المسلحة التي تخرج منها النيران. مراقبون وخبراء عسكريون قالوا إن الغارات تمهيد لاقتحام بري. الآن لا يوجد حشود برية واضحة وتشكيلة هجوم باتجاه المنطقة الشرقية من جميع الجهات، لكن بيان القيادة السورية الذي يدعو المواطنين والمسلحين إلى المغادرة يشي بأن هناك نية لاقتحام بعض المناطق. في نيويورك يستأنف كل من وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري جهود تجديد الهدنة في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص ضمن مجموعة الدول الداعمة لسوريا. وكانت المجموعة قد فشلت الخميس في مساعيها لتجديد الهدنة وسط تصريحات روسية تنصح فصائل المعارضة بتقديم تنازلات لإيجاد حل لأزمة البلاد، وأخرى أمريكية تحث دمشق وموسكو على وقف الغارات الجوية وتنفيذ اتفاق جنيف كخطوة لاستئناف محادثات السلام. في جنيف قال الناطق باسم مكتب الشؤون الإنسانية الدولي إن المنظمة الدولية تسعى لتسيير قافلة مساعدات إلى حلب الشرقية في وقت لاحق لم يحدد. وكانت قافلة مساعدات تتجه نحو حلب قد تعرضت قبل أيام لقصف جوي في خان طومان الخاضعة لسيطرة المعارضة. خلال ذلك بثت القوات الحكومية شريطا لعملياتها البرية في ريف اللاذقية وقالت إنها حققت تقدما في محور كبانة وجبلي الأكراد والتركمان. كما قصف الطيران الحربي مراكز وتجمعات لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في دير الزور وريف حمص الشرقي. ينضم إلينا للنقاش من دمشق السيد فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري. أهلا وسهلا بك عبر خدمة سكايب من نيويورك الدكتور عبد الحميد صيام المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والكاتب المختص بشؤون المنظمة الأممية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الحميد،
وهنا في الاستوديو الاستاذ عبد الوهاب بدرخان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. استاذ عبد الوهاب اهلا وسهلا. بدايتي من نيويورك. دكتور عبد الحميد، سابتعد قليلا عن الامم المتحده لانه خلال الدقائق التي سبقت البرنامج وحتى هذه اللحظه هناك يعني ما يشبه الفيضان في التصريحات ما بين واشنطن وما بين موسكو وما بين البيت الابيض ووزير الخارجيه الامريكي من جانب وما بين وزير الخارجيه الروسي من جانب اخر. ما الذي يجري في اروقه الامم المتحده؟ حجم الضغط الاممي على الجانبين لاستئناف الحديث بشان الاتفاق الذي انهار طبعا بعد استهداف قافله الامم المتحده. يعني وانا اتحدث الان، السيد لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا وقد اضطررت للخروج من المؤتمر الصحفي لمثل هذا اللقاء. الامور لا تبدو تدعو الى التفاؤل على الاطلاق. البون شاسع بين الطرفين وامكانيات الضغط الخارجي صعبه ايضا اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاولويات وعلى العوده الى على الاقل تحديد من هم الجماعات الارهابيه التي سيشملها عدم وقف اطلاق النار، وما هي الجماعات التي سيشملها وقف اطلاق النار من جهه، ومن جهه اعاده الحياه لعمليه ارسال القوافل الانسانيه، وهذا شيء مهم جدا. وبالتالي يتم الحديث فيما بعد حول موضوع العوده الى المحادثات. ما قاله لافروف، قال انه وافق على هدنه لمده 3 أيام، وعندما وصل هذا الخبر إلى الولايات المتحدة عادت وغيرت رأيها وطلبت أن تكون الهدنة من 7 أيام. ثم قال إن النصرة هي عملية جماعة إرهابية يجب أن تكون غير مشمولة في وقف إطلاق النار، لكن هناك جماعات تغطي هذه المجموعة الإرهابية تحت أسماء مختلفة لكنها لا تختلف عنها. وهنا نقطة الخلاف الكبيرة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. نعم، أولا أنا ممتنة أن حضرتك تركت الاجتماع للقدوم إلى هذا اللقاء، وعلى أي حال ما تمدنا به الآن هو بالطبع الأكثر قيمة بالنسبة لنا، فشكرا جزيلا. أستاذ عبد الوهاب بدرخان، ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ وجون كيري يتحدث عن أن تقدما ضئيلا أحدث في محاولة رأب الصدى في إتمام الاتفاق الجديد في وقت الخلاف هو تقريبا كان على كل شيء، من الحل السياسي إلى الوضع الميداني إلى الاتفاق على من هي الجماعات التي تستهدف ولا لا. ما الذي يمكن أن يحدث الثغرة التي نبدأ من عندها، نقطة البدء بين روسيا وبين الولايات المتحدة؟ يعني أخشى أن تكون روسيا حاليا تريد أن تعطي النظام والإيرانيين فرصة لكي يحرزوا تقدما داخل حلب. تشتري وقت يعني. يعني الخطة الآن هو أن النظام وحلفائه الإيرانيين يريدون اقتحام بعض المواقع في حلب، وربما يعني كما وصفت العملية بأنها عملية كاملة، بمعنى أنها تريد أن تحقق هدفا. وواضح أن هناك دعم روسي لهذه العملية، والبلبلة والمماطلة التي نراها طبعا يعني فيها خلافات على التفاصيل، ولكن فيها أيضا مواقف جذرية يجب أن تتخذ. هناك اتهام حاليا لروسيا بأنها لم تلتزم تعهداتها وأنها لم تعد قادرة على ضبط النظام وتصرفاته، وبالتالي على روسيا أن تقرر. الخلاف حول الفصائل هو مجرد تفصيل، لأن الطرفين اتفقا على أن هذا يعني حضرتك ترى أنه نقطة أساسية مفصلية أنه إعلانات روسيا أو ما يرد نقلا عن الشخصيات الروسية أن هناك قدر من الصعوبة في السيطرة على النظام السوري، تعتقد أنه هذه يعني نقطة خلافية أهم من مسألة الفصائل وتحديد أين هي وما هي ومن يدخل ضمن هذه الاتفاقية ومن لا يدخل؟ طبيعة الحال، لأن الأهم هو تثبيت الهدنة، وتثبيت الهدنة يجب أن يتم من الأطراف الأساسية. إذا روسيا ملتزمة يجب أن يلتزم النظام أيضا، ويجب أن يوقف الغارات بالبراميل وغيرها. بنفس الوقت يعني الآن ضاعت الهدنة عمليا، يعني هذا الهدف الثمين الذي كان يبحث عنه الأمريكيون والأوروبيون وغيره ضاعت الآن يعني تحت القصف. وبالتالي يمكن القول بأنه حاليا روسيا تريد أن تعطي 4 أيام قبل أن تعود إلى التحادث مع الأمريكيين وفقا لشروط جديدة، ثم أن الطواقم
يبدو أنها لا تزال على اتصال ببعضها البعض بشأن تعديلات على 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 الاتفاق. على الاتفاق. سيد فيصل عزوز، في الوقت الذي نتحدث فيه عن اتفاق انهار وهناك محاولات حثيثة من الطرفين أو هكذا يبدو لإعادة رأبه، النظام السوري، الحكومة السورية استبقت كل ذلك بالعملية في شرق حلب. ما الذي تصمو إليه هذه العملية؟ أين يضع ذلك الحكومة السورية في هذا التوقيت الحرج؟ بداية مساء الخير أستاذي رشا لك ولضيفيك الكريمين. الحقيقة يعني قبل أن أجيب على سؤال، لي تعليق على الأستاذ بدر خان يقول أن هناك وجهت اتهامات لروسيا، يقصد من الطرف الأمريكي أنها غير قادرة على ضبط النظام وعلى ضبط منعه من استمرار في القتال. أنا أولا يعني أختلف تماما مع الأستاذ بدر خان، لأن كانت الاتهامات متبادلة سواء من روسيا لأمريكا أو من أمريكا لروسيا. ثانيا، الدولة السورية منذ اللحظات الأولى حينما وقفت على الهدنة كانت هذه دولة تلتزم باتفاقاتها. أما من اخترق يا أستاذ بدر خان كل ما يتعلق بالعملية، عملية الهدنة، وأنا ابن حلب أعرف ماذا تعني الهدنة. من اخترق هو المجموعات المسلحة منذ اللحظات الأولى لإعلان هذه الهدنة بين الطرفين. على شاشتكم وغير شاشتكم انتقل أطراف ما يسمى بالائتلاف والمعارضات الموجودة في الخارج لتوجه الاتهام لأمريكا وتوجه لأنها تنازلت لروسيا كثيرا، وأعلنت بعض المجموعات المسلحة علانية رفضها لهذا الاتفاق، بينما كانت الدولة السورية ملتزمة التزام كامل. وحينما انتهت المدة بكل صراحة وبشفافية كاملة أعلنت القوات السورية أن الهدنة قد انتهى. فنحن لا حاجة، بما أنه حضرتك تستشهد بشاشتي، لا حاجة أن نكيل الاتهامات بغير حق. حضرتك سمحت لك الفرصة للرد. لا أنا لا أقاطعك، حضرتك يعني ستكون لك الفرصة لاستكمال إجابتك، بس بما أنه حضرتك تستشهد بهذه الشاشة، على هذه الشاشة أيضا كانت هناك اتهامات موجهة للحكومة السورية، للقوات السورية، مدعومة بروسيا بأنها السبب في انهيار الهدنة، وبأنه انهيار الهدنة، وهذا من جميع الأطراف تم التسليم به، جاء بعد استهداف قوافل الأمم المتحدة. كانت هذه يعني شهادة الوفاء للهدنة إذا ما صح التعبير، فضل فقط لإحقاق الحق. أستاذي رشا، لإحقاق الحق تعطيني نصف دقيقة إذا سمحتي. تفضل حضرتك. ما يتعلق بقوافل الإغاثة الإنسانية أصلا ظهرت هذه الفبركة وظهرت يعني خداع الأمر، أنه لا يمكن. لماذا الدولة السورية لماذا تستهدف هذه؟ طيب بس هذه القضية نحن قتلناها بحثا في الأيام القليلة الماضية سيد عزوز، واستمعنا إلى وجهات النظر كافة، وحضرتك عقبت على الإجابة. أنا سؤالي كان عن العملية التي تنفذ في شرق حلب، ما مأربها؟ ما الذي تريد أن تصل إليه في وقت الجميع الأطراف الدولية المسؤولة، الطرفان الرئيسان، يتحدثان عن إتمام الهدنة، العودة إليها، وهكذا يبدو. أنا كمواطن حلبي أريد أن تنتهي المنطقة الشرقية وهذه المجموعات المسلحة التي منذ 5 سنوات وهي تستهدف حلب بكاملة. نحن نريد أن تستكمل الدولة مشروع السيطرة على حلب المدينة كاملة. طيب مرة أخرى أستاذ عبد الوهاب، هل من تعقيب؟ هذه المعركة واضح أنها يعني تطيل الصراع ولا تنهي الصراع. حتى لو استكملت السيطرة على حلب، اليوم سمعنا وزير الخارجية الفرنسي يقول أن معركة حلب هدفها التقسيم. الكل يقول بأنه معركة حلب استراتيجية ومهمة بالنسبة إلى كل الأطراف، وأنه النظام السوري مع الإيرانيين يريدون حلب لأنها بالنسبة إليهم فيها حسم للمعركة. حسم المعركة يتحكم بالحل السياسي وبكل شيء، وبالتالي هذا غير منصف بالنسبة إلى الشعب السوري، ولا أعتقد بأنه مقبول من كل الأطراف الدولية. ولابد من الحديث عن الأطراف الدولية لأن القضية تدولت
ولم تعد. نحن ذكرنا اصلا في الاسئله انه هذه اصبحت الاطراف على الاقل التي يعني بيدها على الاقل الحل السياسي. هذا يقودني الى السؤال اذا ما سمحت لي الى الدكتور، وبعدين سنعود الى النقطه التي حضرتك طرحتها في الاول. دكتور عبد الحميد صيام، الطرفان الجالسان الان سواء في اروقه الامم المتحده او على هامشها او في البيت الابيض او في الكرملين يتحدثون عن هدنه، واضح ان هناك ما هو معلن وما هو غير معلن. كيف يمكن البدء من وضع ميداني ملتهب على هذا النحو، عملية تنفذ في الشرق، الغرب كما هو الحال معروف، الأمم المتحدة تقول إنها مستعدة لاستئناف قوافلها الإغاثية في حال أن المسألة يعني أحدث فيها تقدم، من أين يمكن البدء في العملية السياسية انطلاقا من الميدان؟ يعني البدء يبدأ بإعادة الحياة لاتفاقية الهدنة، هذه النقطة الأساسية والتي اخترقت 350 مرة في منطقة حلب، ثم اخترقت عندما قامت أيضا الطائرات الأمريكية واستهدفت موقعا للجيش السوري في دير الزور، ثم قالوا إنه خطأ، كيف يمكن أن يكون هناك خطأ، واستمر القصف أكثر من ساعة، وقد صدر عن البنتاغون تصريح اليوم بأنه كان هناك تحديد لهذا الهدف منذ يومين قبل الغارة. ثم الرد كان أسوأ، وهو استهداف أيضا قافلة الإغاثة الإسلامية، الإنسانية، وبالتالي الاختراق كان جاء من جميع الأطراف. إذن هناك من يعتقد أنه سيحسم المعركة عسكريا، وهذا مخطئ. الولايات المتحدة في رأيي أنها تريد أن تدير الأزمة إلى أن تأتي الإدارة الجديدة، لا تريد أن تحسم المواقف، لا تريد أن تضغط باتجاه فرض هدنة فورا مع الاتحاد الروسي. الاتحاد الروسي واشنطن إن كان يصب في مصلحة أي طرف فهو طرف المقابل، هو طرف موسكو، لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأن الأجندات الجديدة القادمة إلى البيت الأبيض أجندات أكثر تشددا بكثير من باراك أوباما، أو هكذا يبدو. يعني السؤال الذي يسأل هنا، لماذا قامت الولايات المتحدة باستهداف موقع للجيش السوري؟ لا أحد يجيب عن هذا السؤال، لا أحد يصدق أنه خطأ، لماذا؟ وهو كان والرد كان أسوأ كما قلت. إذن الهدنة انهارت من الذين وقعوا الهدنة. إذن النقطة الانطلاق، نقطة العودة، هو العودة إلى الاتفاق الموقع، والذي يبدأ بالهدنة لمدة 3 أيام أو أسبوع ليس مهما، لكن النقطة هي الهدنة. النقطة الثانية هي إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية بدون استهداف في ظل جو آمن وطرق آمنة، وعدم استهدافها من جميع الأطراف، ثم إعادة الحياة لمشروع المفاوضات المتعطل منذ مدة طويلة. لو فرضنا أن ذلك سيسير جنبا إلى جنب مع محاولة النظر إلى الذي أفشل هذه الهدنة، ليس ميدانيا هذه المرة ولكن سياسيا، سيد عزوز، البعض يرى أن الهدنة أصلا ولدت ميتة، لأن الأطراف الأصيلة على الأرض لم تكن تجلس إلى مائدة مفاوضات قبل الاتفاق على هذه الهدنة، وإنما تحول الأمر إلى حرب بالوكالة وهدنة بالوكالة أيضا. هل تعتقد أنه في هذه المرحلة يمكن، وإن كان يعني ذلك يعد ضربة من الخيال في وجهة نظر البعض، أن تجلس الأطراف ذاتها، يعني الحكومة السورية وأي طرف ممثل عن المعارضة على الأقل إلى جانب إما الحلفاء السياسيين الغربيين الولايات المتحدة وموسكو، أو إلى طرف محايد اللي هو الأمم المتحدة، في محاولة للدفع بهذه الهدنة أن تعود مرة أخرى على الأرض؟ هل هذا وارد أصلا؟ سيد عزوز، أمير الصيام، بأن الأمر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تماطل باتخاذ موقف حاسم من أن تكون الهدنة كاملة وشاملة، وهي تريد أن تكون هناك هدن يعني ليست مكتملة التفاصيل، وبالتالي تعرض هذه الهدن لاختراقات أمر وارد طالما أنها لا تبحث بالتفاصيل كاملة. ونحن ذقنا في حلب، ذقنا لوعة الهدنة السابقة التي تمت في شهر شباط، وكيف استعادت قوى المجموعات المسلحة ثقة وزادت مجاميعها وزادت استعداداتها، مما انعكس سلبا على الحياة الآمنة في حلب وخاصة في قسمها الغربي. لذلك نحن يعني بالشكل الإنساني مع أي هدنة يمكن أن تحفظ إراقة الدماء السوريين، لكن نريد أن تكون هدنة حقيقية ودقيقة. ولو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطها على الدول الإقليمية وبالأخص السعودية بالدرجة الأولى،
تركيا إلى حد ما وثم قطر لكانت قادرة أن تكون الهدنة تتحقق فيها شيء من 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 الاستعداد لمرحلة قادمة اللي هي الاتفاق السياسي. هناك نقطتان، النقطة الأولى أعتقد إن لم أكن مخطئة أن الدكتور عبد الحميد كان يعني الطرفين في نظرة الأمم المتحدة للإخلال بالهدنة، لكن هو ضرب مثالا على الإدارة الأمريكية الحالية والحديث الدائر في الولايات المتحدة، هذا صحيح دكتور عبد الحميد قبل أن أتحول إلى ضيفي في الاستوديو؟ نعم طيب. الاختراق عظيم. كان من كل الأغراض. عظيم. نعم. الاختراق عظيم. الأمريكي كان في استهداف الموقع السوري، والاختراق الآخر كان في استهداف قافلة المساعدات الإنسانية. نعم أستاذ عبد الوهاب بدرخان، الحديث عن الأطراف الإقليمية، هل لا يزال هذا الحديث أصلا قائما بعد أن تولى زمام الأمور واشنطن وموسكو، إذا كنا نتحدث عن الأطراف الأصيلة دمشق وأطراف المعارضة أيا كان من هي؟ يعني الطرف الأخطر بالإقليمي الأخطر بالنسبة إلى النظام السوري كانت تركيا، والآن تركيا يعني غيرت اللعبة بالعكس، هناك ولذلك ضيف يقول إلى حد ما، يقول إلى حد ما لأنها فعلا إلى حد ما لم تعد خطيرة بالنسبة إلى النظام السوري. بالنسبة إلى السعودية وقطر أو غيرها يعني على الأقل ليس لديهما امتداد أرضي، ليس لديهما حدود مع سوريا، وبالتالي وصول أي شيء سعودي مرتبط، لديهم فصائل معارضة محسوبة عليهم أو على الأقل يجري الحديث عن صلة بينهما. صحيح. وهناك فصائل هم يدعموها في العلن. صحيح طبعا، ولكن يعني بإمكان الولايات المتحدة أن تضبط عمل هذه الفصائل من خلال ضبط العلاقة مع السعودية وقطر. بالنسبة إلى النظام السوري وإيران بشكل خاص والميليشيات التي تستخدمها إيران، الأمر ليس بنفس الطريقة. يعني أساسا العلاقة بين روسيا وإيران والنظام علاقة تواطؤ وتحالف وأيضا توصيف وتحديد للأهداف. نعم. في حين أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمعارضة مختلفة تماما. نعم. ليست يعني بنفس الحرارة وبنفس التواطؤ، هي فقط الولايات المتحدة تريد أن يبقى هناك وجود للمعارضة على الأرض لكي يكون لها وجود في الحل السياسي. لأن عدم الوصول إلى المفاوضات والحل السياسي يعني أن الصراع سيبقى دائما، لا يمكن حتى مع دخول النظام وحلفائه إلى حلب لن يكون هناك حسم للصراع. نعم. وبالتالي المعركة ستستمر، هذا هو الوضع الآن. السؤال الأخير للدكتور عبد الحميد صيام، هل الأمم المتحدة يمكنها أن تستأنف قوافل إغاثاتها قبل الإعلان عن هدنة واضحة من منطلق الدافع الأخلاقي أو المسؤولية الأخلاقية؟ يعني الأمين العام من صلاحياته أن يأمن ويضمن سلامة الموظفين وسلامة القوافل، هذه الدرجة الأولى في مسؤوليات الأمين العام. لا تستطيع الأمم المتحدة أن تسير قوافل إذا لم تكن الطريق آمنة، إذا لم تكن القوى على الأرض قد قدمت ضمانات لسلامة هذه القوافل. وقد قامت الأمم المتحدة بإرسال القوافل لملايين من السوريين المحاصرين والمهجرين داخليا، وقد نجحت في ذلك، لكن عندما تعطى ضمانات ولا يلتزم بها، لذلك تعيد الأمم المتحدة النظر في عملية الاستمرار في إرسال المساعدات الإنسانية إلى أن تحصل على ضمانات سلامة الطريق واتفاق من كافة القوى على الأرض. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا عبر خدمة سكايب من نيويورك، الدكتور عبد الحميد صيام المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة، الكاتب المختص بشؤون المنظمة الآن، من دمشق السيد فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري، شكرا جزيلا، وهنا في الاستوديو أخيرا وليس آخرا الأستاذ عبد الوهاب بدرخان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. ما زال الأيزيديون في العراق يعانون من تبعات الهجوم الذي نفذه مسلحو تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على قضاء سنجار في عام 2014، إذ أجبر مئات الآلاف منهم على النزوح من مناطقهم بعد أن قتل أكثر من 5000 منهم في الهجوم، في حين ما زالت قرابة 3500 امرأة أيزيدية محتجزة لدى مسلحي التنظيم. بي بي سي التقت أمير الطائفة الأيزيدية الزعيم الروحي الأعلى لهم تحسين سعيد علي بيك في لقاء خاص للحديث عن معاناة الأيزيديين في العراق، نشاهد اللقاء الخاص الذي أجرته الزميلة هادية العلوي ثم نعود لفتح النقاش.
سمو الأمير تحسين سعيد علي بي، من يحمي الأيزيديين اليوم؟ هل هي الحكومة العراقية أم قوات التحالف الدولي أم البشمركة؟ في سهل نيدا وبحشيقة وبحزانة وإلى شيخان بشمركة، وفي سنجار منقسمين على قسمين، قوات بشمركة والحكومة البارتي إقليم كردستان منطقة سلحة إلى اليزيديين للدفاع عن سنجار، وقسم حشد الشعبي اللي هي من قبل الحكومة العراقية أيضا ماخذين سلاح من الحكومة هم يدافعون على سنجار من قبل حشد الشعبي الحكومة العراقية. موجود الآن خلاف بين الحكومة العراقية وبين البيشمركة، فإحنا بين اثنين وضعنا سيء، والحكومة العراقية الآن ملتهية ضد داعش. ماذا دكتور؟ ونفس الوقت البارتي ضد داعش تشتغل، وإحنا عم ندافع هذا. فيعني ماكو دعم خاص ما عدا بعض الرواتب ينتهي إلى البيشمركة يزدية من قبل البارزاني، ينتهي حوالي 6000 بيشمركة أكو سلاح منطيب هذا يدافعون عن السجار. مسعود برزاني طلب رئيس اقليم كردستان طالب مؤخرا بضم سنجار الى الاقليم، ما هو موقفكم من هذا الطلب؟ طبعا هذا الطلب قوبي بالرفض. انا حاليا بعد ما قررنا بالمئة مئة فراح نتفق اليزدان جميعا وبعدين نقرر، لان انا خلي ما احنا عندنا مطالب خاصه حتى إذا نبقى مع الكرات، هل الكرات إذا بقينا انضمينا لهم يجون ينطونا المطالب مالنا أم لا؟ فإذا ما ينطونا المطالب هذا الفكر غش. ما هي هذه المطالب؟ المطالب مالنا أولا سجارة محافظة، وتكون حكم سجار بيتهم، يعني هم أهل سجار أما الأكثرية اليزدية وقسم الأكراد الإسلام قسم، بس الأكثرية هو 80% يزدية، فهم يحكمون السجار بيدهم مو هذا، وخلي يكونوا تحت قيادة يعني الأكراد، يعني خلي مع تابعين للأربيل. البشمركة لم تمد الأيزيديين بالسلاح وهي موجودة منذ عام 2003 في المنطقة. طلبنا كثير ومع هذا طلبنا من الإكراد أن يدافعون الجزية، ما قاموا يثقون به، وطلبنا من أمريكا، أمريكا قالت روحوا خلي الإكراد يثقوا، فأنا من الجهتين خسرنا. هل تخلى عنكم الإكراد؟ البشمركة فعلا ترك الجزية. لماذا تخلى عنكم الإكراد؟ خوفه من قتل، ما أعرف، أو من خوف أو أكو اتفاق خاص بينات، ما أعرف، قسم يقول أكو اتفاق خاص بينات، قسم يقول من الخوف. العلاقة بينكم وبين العشائر العربية تغيرت في المنطقة بعد الهجوم الذي حصل قبل عامين، هل من الممكن أن يعود هناك ثقة؟ صعب، كل صعب، ما أعرف أكثر، صعب أنه يصير ثقة بين جيراني وما أخذ بنتي ولا بنتي يبيع نخاسة، شلون أنت تشوف؟ سهل؟ مو سهل. لماذا تعتقد أن هذه العشائر ساندت تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأيزيديين وأنتم من أهل العراق؟ العشائر العربية، مو كل العشائر العربية، قسم منهم، مثلا أكو زينين أكو مو زينين، هذولا اللي وقت دخل داعش تعاونوا مع داعش، هذا وهذا مئات السنين اليزدية علاقات قوية بين يزدية وبين خاتونية، بين يزدية وبين الجهية، وقد دخل هذا كلهم أكثرهم دخلوا مع داعش ضد اليزدية. لماذا؟ ما أعرف، يعني لأنه يعتبرون يزدية مع الكرات أو يعتبرون يزدية كفار، ما أعرف، ما أعرف شيء يقتصدون ليش؟ إذا يعترفون كرات ليش ما قتلوا الكرات؟ وإذا يعترفون اليزيدية كفار، احنا عندنا واحد، الله واحد، واحد القهار، ما نعترف اثنين.
كل يزيدية، عندنا كتب سماوية، عندنا كتب هذا، عندنا كلنا هذا، وإحنا بشر نحب الله، يعني إحنا ندعي لكل العالم بعدين ندعي لنفسنا. إحنا يزيدية رحيمين عاطفين، إحنا قبل كل شيء يزيدية. وقت الجو داعش قتلوا اليزيدية، أخذوا النسوان اليزيدية، ما أخذوا الأكراد، أخذوا بس نسوان اليزيدية وقتلوا اليزيدية، ما أخذوا لا كردي مسلم ولا قتلوا واحد. ما هي الجهود لتحرير النساء الأيزيديات من قبلكم كقيادة ومن قبل الحكومة العراقية والمتحالفين معها؟ إلى حد الآن الحكومة العراقية ما ساندتنا كثير. بكل صراحة نيشيرفان بارزاني هو اللي ساعد بمبالغ 3500 اللي جو وصلوا، أكثر منهم مبالغ المادية كان من نيشيرفان بارزاني وليس من الحكومة العراقية. هل تشعرون بالأمان في العراق؟ لا ما لا شعر، ما خاف. إذا صار قائد قوات الأمريكية ده يقول بعد تحرير مصر احتمال يصير حرب الأهلي، في حالة بعد تحرير مصر من الداعش يصير حرب الأهلي إحنا الأقليات وضعنا يكون سيء. هل سيبقى الأيزيديون في العراق بعد تحرير الموصل؟ إذا الدول الأوروبية وأمريكا ما تساعدتنا ما نقدر. هل يشعر الأيزيديون بالأمان أكثر مع الأكراد؟ الأكراد العلمانيين أنا أثق بهم، بس على الأقل المتشددين الإسلام المتشددين ما نقدر. سمو الأمير تحسين سعيد علي بيك أمير الطائفة الأيزيدية في العراق وفي العالم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. وللنقاش ينضم إلينا من أربيل السيد خيري بوزاني مدير عام شؤون الطائفة الأيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان. سيد بوزاني أهلا وسهلا بك. من أبرز ما جاء من تصريحات الآن في هذا اللقاء على لسان أمير الطائفة الأيزيدية أنه البشمرجة كما قال تخلوا عن الأيزيديين خوفا من القتل أو أن هناك اتفاق خاص، ما الذي يعنيه بذلك؟ ما هو رد فعلكم؟ أهلا وسهلا بكم. بدأ القاصي وداني يعرف ماذا كان يجري في المنطقة حين ذاك، وأقصد حين غزو داعش في 3 أغسطس عام 2014. الكل يعني بات الأمر مكشوفا لدى الجميع، وهو أن قوات الغازية قوات داعش عندما أتت و جاءت إلى من سوريا إلى العراق عن طريق الحدود المرتبطة مع الموصل، ودخلت الموصل بخلال عشية وضحاها، وقد تمت استسلام 6 فرق عسكرية بكاملها، وهم مدججين بأحدث الأسلحة الموجودة في العراق وفي المنطقة أيضا. يعني بات من السهل جدا بأن يكون منطقة سنجار والقوات التي كانت تحميها البيشمرجة كانت من السهل جدا أن تكون لقمة سائغة لهؤلاء الوحوش، والذين بطبيعة الحال نحن نعلم جميعا هم مدعومين من قوى خفية عظيمة. هو أنا أحترم سردية حضرتك، بس اختصارا للوقت هو يوجه اتهامات واضحة ولم يستثني منها لا قوات الحشد الشعبي ولا الحكومة الإقليمية بكردستان ولا البشمرجة، وبالتالي مرة أخرى أنا أسأل حضرتك عن الإقليم وعن البشمرجة تحديدا، هو يتهمكم بالتقصير بالتفريط في حقوقهم بعدم دعمهم بأنكم مسؤولون عن ما جرى لهم خلال العام الفائت تقريبا، هل من رد واضح مباشر على هذا الطرح أو على هذا الاتهام؟ في كل المعارك هنالك طرف منتصر وهنالك طرف خاسر. البيشمركة في تلك اليوم قد خسر المعركة، وهذا بطبيعة الحال شيء طبيعي بالنسبة لي الذي يعلم بالأمور العسكرية. طيب هو قال إنه لديهم مطالب خاصة تتعلق بالمصلحة، ومن سيستجيب إلى هذه المطالب سيتم الاستجابة له والانضواء تحت لوائه، ولذلك رفض طلب سيد مسعود برزاني بضم سنجار. من بين هذه المطالب أن تصير سنجار محافظة، وأن الحكم في سنجار يصير حكم ذاتي. بما أنه حضرتك المسؤول عن هذا الملف، ما الذي يجري بشأن هذه الطلبات؟ هل هي رفضت؟ هل هذه مقبولة؟ هذا الطلب قبل أن يكون طلب للإيزيدية هو مقترح
حكومة أقليم كردستان ومقترح رئاسة أقليم كردستان، وعلى لسان الأستاذ مسعود البارزاني ذكر منذ أكثر من سنة بأنهم يريدون أن يكون هنالك محافظة للإيزيديين في منطقة السنجار تديرها الإيزيدية. طيب، إحقاقا للحق، الأمير تحدث عن أنه الطلب لم يرفض رفضا باتا، وأنه لا يزال هناك مشاورات، وأنه هو كذلك اعترف أن هناك دعما ماديا وصل الأيزيديين من جانب الأكراد. لكن فيما يتعلق بالتسليح، قال أن البشمرجة يعني أو الأيزيديين لم يتم مدهم بالسلاح من جانب الأكراد، وحتى حينما يذهبون طلبا للتسليح للولايات المتحدة يقولون اذهبوا إلى الأكراد. ما الذي تم بشأن هذا الملف إذا لم يكن هناك يعني إمكانية لحماية منحصرة للأيزيديين أو مركز عليهم أن يتم تسليحهم وضمهم تحت لواء قوات البشمرجة، تدريبهم حتى؟ بالفعل هنالك أكثر من 7000 إيزيدي وإيزيدية منخرطين في بين صفوف البيشمركة، وهم مسلحين حالهم حال البيشمركة الموجودين في المنطقة. وعندما نقول بأنه لا يجوز تسليح فئة أو ثلة معينة أو طائفة معينة، نقصد بها نحن في حكومة الأقليم، نقصد بها أنه لا يمكن أن يكون هنالك ميليشيات وهنالك قوة عسكرية معترف بها دستوريا وهو قوات البيشمركة. فالذي يريد أن يدافع عن تلك المنطقة بإمكانه الانضمام إلى هذه القوات، وبالفعل انضم الإيزيديون، وقبلها أيضا كانوا موجودين الكثير من الإيزيديين في صفوف البيشمركة، والآن تعدادهم قد فاق 7000 إيزيدي وإيزيدية في صفوف البيشمركة. عن ماذا يتحدث الأمير حينما يقول الأكراد الذين معنا نثق بهم بينما المتشددين الإسلاميين منهم لا نثق بهم؟ يعني هو يقصد الأكراد المسلمين العلمانيين وليس الراديكاليين. بالفعل يعني هنالك أحزاب إسلامية إلى حد ما يعني ليست راديكالية، ولكن هنالك تخوفات أيضا من أن يكون هنالك في المستقبل القريب أو البعيد أن يتجهوا إلى أو ينحرفون إلى صفوف الراديكاليين. تخوف كل ليس الإيزيديين، تخوف كل الأقليات الموجودة في العراق وفي الكردستان هو من الأحزاب الراديكالية الإسلامية. نعم، شكرا جزيلا من أربيل السيد خيري بوزاني مدير عام شؤون الطائفة الأيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء. إلى هنا وصل العالم هذا المساء إلى نهايته، يمكن لحضراتكم أن تتابعوه في الإعادة وكذلك على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com في بثه في الإعادة مرة أخرى. نلقاكم غدا في 6 بتوقيت غرينتش، حتى ذلك الحين ابقوا في أمان الله.